سجلت مملكة البحرين انخفاضا في إجمالي عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 2029 حالة قائمة جديدة لينخفض العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 25743 حالة منها 32 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و16 حالة في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 2418 حالة إضافية